هاي الفقوسات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة. والله اللي بان معكم واحد الفيديو جديد. هذا الفيديو البنات هو دابا يا راه غادي نشدين الطريق ان شاء الله للمغرب. الله يلا يا البنات، عرفتي واحد الفرحة الصراحة زوينة كتكون دابا. يلا جينا بركنا هنا غادي نتعشاو ان شاء الله باش نشدو الطريق. عرفتي كيبان عليا العيا؟ والله الا كيبان عليا العيا. كيف قلت لكم والله ما عقلت. المهم نكمل معكم دابا يا راه مع جفيد داك اللي كيحط لينا مقطع في الفيديو. ايوا قلت لكم البنات غادي للمغرب دابا، جينا نتعشاو هو الاول ومن بعد غادي نشدو الطريق ان شاء الله الا بغى الله. عشرة كيبان عليا العيا، واحد العيا البنات. عشرة من عشرة، سمعوا شو الدريس كيهضروا، كلشي كيهضر. ما عرفتش تسمعوني تسمعوا هذه الفيديو، هذه المقدمه هذه فيها صداع بزاف. المهم ياك نتوما بعدا لاباس عليكم، كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا غادي نشدو نعمرو هاد الوراق دابا، نعمرهم قبل ما نوصل لهذه الطريفه وداكشي تاع الباطو. قلنا غادي نشدو ان شاء الله الطريق ديال الطريفه احسن، حيت سبته بغينا نمشيو على سبته شي حاجه، ولكن سبته كتكون عامره بزاف. قلنا نمشيو على طريق الطريفه، عارفين مع الوليدات داكشي التخسيخ كتكون عامره بزاف. ايوا دابا نعمرهم على ما يجيب لينا الشاور. نعمرهم وانتم معايا البوكوسات كالدو دي بيسكالو. معايا البوكوسات، ما قاعدينكم تنساوش قبل ما تكملوا هذا الفيديو خليوا لايك، خليوا تشترك معنا وانتم معايا حبيبي. مهم البنات، حنايا كيف العاده في الانتراده كي دائما كناخذوا البايك كيجيبوا لنا هذه في الانتراده كندومونديو عليها. هذه الاليولي والطوماطي مع الخبز صراحه مقير من واخا محرق وكاك مقير من البنات. عندهم زوين هذه الطريقه، هذا الخبز هذا كيعجبني عندهم صافي. وانا دابا كنعمر في الوراقي كيف ما كتشوفوا، على ما يجيبوا لنا البايا صافي. ها هما جابوا لنا البايا ديالنا، صراحه البنات هي عندهم زوينه خطيره. زعما هاد ريستورو هادي صراحه خطيره في البايلا، واعره بزاف كتعجبنا عندهم. فيما كنتشهوا كالبايلا ولا شي لعيبه، هما اللي بغينا ناكلوا البايلا بعقله كنمشيو عندهم. صراحه هما عندهم بايا زوينين زوينه.
انا البوغوفه طلعت لكم سور الطريق فهاد التخسيخ حد تخسيخ ماشي زعما عندك ديك معافي مع الوليدات المهم دابا حنا طلعنا للباطو صراحه اليوم الجو زوين الجو زوين اليوم بزاف كاين شي داك البرد وما كاينش هذاك الصهر يا واحد البنات ملي نهبط شعشي فرحانه شحال الفرحه راني كنت في شهر 5 في المغرب غير ما بارطاجيتش معكم ان شاء الله دابا نقول لكم نشارك معكم السبب ولكن واخا الله كانت شهر 5 توحشت هذاك توحشت بزاف المغرب كرهت نبقى نمشي ليه كل مره والله انا كنت عيطت فيه ولكن لي ظروف هذاك الشيء دابا نشاركها معكم ان شاء الله ايوا حبيباتي ها نتوما معايا خليكم معايا عطوني عيال عم دقدقة انا حبيباتي الزوينات اللي تهد كوبري ديالكم عشان ما تديوش على الحالة راني عيانة ما نعاودش ليكم تخسيخ الطريق وعارفين مع الوليدات وداكشي المهم يلا بركنا فطرنا شادين الطريق لكازا ان شاء الله ماما كتسنى ايوا نمشيو ها نتوما معايا حبيباتي وخليكم معايا ما تشوفي رحمات عليكم عطوني فرحانه اليوم حيت صراحه كنت محشه هاد البيض بالخليع وكليت عزيز عليا الكل عزيز عليا البيض بالخليع هو كيف كندخل المغرب بحال هكا كنفطر بيه هو خاصني ضروري ناكل البيض بالخليع او نسمنو الحرشه واخا كنديروهم الهيها وداك الشيء سبحان الله ما كيجيوش بحال البنه ديال المغرب ايوا البنات انتم معايا خليكم معايا كنحماق عليكم هي البنات الغبيوة ديالنا كيف ما كتشوفوا قلت لماما اليوم ما طيبيش قلت لها اختي عينه والبارح والله الا بقى فيا الحال البنات ولكن ما كتعبش مره اخرى ان شاء الله حتى الغديوه ديال البارح قالت لماما الدجاج واع جنيت واع الغديوه ولكن ما كتبتش اليوم ما كتبتش نصور ان شاء الله نعاودكم في تصوير اخر اليوم قلت ماما ما طيبيش نرتاح اختي عينه لا ما طيبيش قلت لها اخر زعما جيبي ناكلوها من برا وبابا ما كاينش اصلا بابا كاين في اكادير كيف كتقولوا بابا كيف قلت لكم انا بابا في اكادير توا نمشي ندير ليه سيربريز ان شاء الله تندير معكم هذاك لا فيديو مهم ما نطولش عليكم في الهضره غنبدا لكم هنا بالبايه صوفيا بغات البايه يوميمي امور بغات بيتزا هنا عندهم زعلوك بطاطا مسلوقه هذه الصوبه يلا نحطها في شي جبانيه العدس والحوت العصير نتوما البنات كيف ما كنتو قالت لك ماما المناضره راه نمشي نجيبها من الثلاجه انت راه عارف المناضره هنا هذا عصير ديال الباناتشيه كماما صراحه والله الا البنات غديوه زوينه ديال هذا الصيف الواحد صراحه كيعيا كيبغي يرتاح ما كيعيا من الطياب كاين اللي جيت انا عيانه من الطياب ماما ماما اصلا كاينه كتكون ما كطيبش بزاف قالت لك ماما اصلا كطيب ايوا الواحد كيبغي يرتاح صافي كيبغي يرتاح ايوا انتما البنات سكتوا ايوا هذه هي الغديوه ديالنا برك انا نقول لهم سكتوا هذه هي الغديوه ديالنا حبيباتي سليمه اخذ 1 كيلو